هيطلع بداله كأنه الريش اللي هيطلع الجديد ده كأنه شوك بالظبط. فاحنا كده نعتبر ما عملناش حاجة من عندنا خالص. تمام كده، ده كانت كل الأسباب وحلولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. أولا كده عايزين نصلي ونسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين. بذكر نفسي أولا وبذكركم ثانيا. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشاكل البيض عند الحمام. شكاوي كتير بتجيلنا، كلنا عندنا المشاكل اللي هي بتاعت البيض، وكلنا بنبقى مستنيين بفارغ الصبر الانتاج بتاع الحمام. طيب مشاكل البيض عند الحمام كتير قوي. يا اما ممكن يكون البيض برشت، اللي هو قشرته بتبقى خفيفه وساعات بيبقى يعني قشرته رقيقه تكاد كده ما تكونش فيه قشره. البيض اللي هو بيقولوا عليه الكلس، يا رب بس اكون بنطقه صح، اللي هو البيض اللي قشرته تخينه، البيض اللي بيبقى عمران بس للاسف الزغلول بيبقى ميت جواه، وده جالي عليه السؤال، يعني السؤال ده اتكرر كذا مره. البيض اللي بيبقى رايق ما بيبقاش فيه التخصيب خالص. في كل الحالات اللي فاتت دي ما بيبقاش فيه زغلول، يعني كل الحالات اللي فاتت دي ما بيبقاش بتؤدي طبعا ان هو ايه، ما بيبقاش فيه زغلول. طيب هنمسك كل حاله من الحالات دي وهنقول على اسبابها وطرق العلاج بتاعتها والوقايه منها، ان احنا ايه يعني ما نوصلش للدرجه دي. تمام، بس في الاول يا ريت ما تنسونيش من اللايك، ولو مش مشتركين عندي انزلوا تحت على الزرار الاحمر اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني ايه كل جديد. هقول له ان نبتدي بقى ونقول اول حاجه البيض اللي هو البريشت. بيض البريشت ده بيبقى بسببه طبعا نقص الكالسيوم، ده طبعا في الاول وفي الاخر بيبقى نقص الكالسيوم. انا قلت لكم قبل كده يا جماعه الحمام لما بينقص الكالسيوم من جسمه برضو مش بيبطل الانتاج، بيستمر في الانتاج بس بيأثر بقى على عظمه وبيفضل بقى يسحب الكالسيوم في جسمه لما بيبقى على اخره، يعني مش بمعنى اصح يعني مثلا عندكم الفراخ لما البيض بينقص في جسمها بتبطل بيض، لكن الحمام لا، الحمام لو البيض نقص في جسمه بيفضل يبيض لكن بياخد الكالسيوم اللي في جسمه لما بيسحبه بيسحب من العظم نفسه بتاع الحمام. فياريت تهتموا بالتغذية بتاعت الحمام والكالسيوم، لكم ما تبطلوش تحطوا كالسيوم للحمام في صورة بقى حبوب، في صورة السمسم اللي قلت لكم عليه قبل كده. السمسم مهم جدا، ما تقطعوش السمسم يا جماعة. السمسم قشر البيض، قشر البيض ممتاز وفيه نسبة كالسيوم عالية جدا. الطريقة برضو اللي قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات، انكم ما بتنشفوا البيض وتحمصوه في الفرن علشان طبعا لو في بكتيريا او اي حاجة تموت من التحميص، تحميصة خفيفة كده يعني، تطحنوا كويس وتعملوه على النار معلقتين صغيرين خل ومعلقتين صغيرين ملح، وتقلبوه كويس وتحطوه ايه مع التحديق او قبل ما تتلفوا الحمام عشان تضمنوا ان هو كاله، بس هو بيحب قشر البيض وهياكله ان شاء الله. طيب في ناس سالوني قشر البيض ايه اللي نحطه، هل قشر بيض الفراخ ينفع او قشر ايه النوع القشر البيض اللي هتحطيه؟ اي قشر بيض عندكم يا جماعه، بيض قشر البيض ده بتاع قصدي الفراخ ممتاز طبعا كله كالسيوم، وقشر بيض الحمام على فكره ممتاز ممتاز جدا. حاولوا كده لما الحمام عندكم يطلع بيفقس الزغاليل طبعا القشور دي ما ترموهاش، جمعوها وبرده نشفوها واعملوا برده معاها نفس الشيء، قشر بيض الحمام ممتاز ممتاز. تمام كده. طيب احنا بنحط الحاجات دي وبرده البيض بيبقى بريشت او بيبقى برده الكالسيوم ناقص في جسمهم، هقول لكم برده خليكم معايا برده هقول لكم دلوقتي علاج كل حاله من الحالات دي، بس خلينا ماشيين بالترتيب، يعني هقول لكم على الاسباب اسباب كل حاله من الحالات دي وبعد كده هقول لكم بتعالجوها ازاي. طيب البيض اللي هو الكالس او اللي هو قشرته تخينه ده بيبقى بسبب زياده الكالسيوم عند الحمام، انكم بتحطوا عمال على بطال الكالسيوم يعني اللي هو الفيتامين بمعنى اصح اللي بتجيبوه بتاع الكالسيوم ده، في ناس بتحط فيتامينات عمال على بطال عمال على بطال كده، كتر الفيتامينات يا جماعه غلط. انا قلت لكم قبل كده الفيتامينات بنحطها كم مره شهريا، جرعه وقائيه جرعه علاجيه بنحطها قد ايه، وشرحت لكم قبل كده برضو مخاطر برضو الفيتامينات عند الحمام بتعمل ايه، يعني في لو كتر الفيتامينات بيؤدي لا قدر الله ممكن يؤدي الى موت الزغاليل، وممكن ان فعلا من كتر ما احنا عمال نحط فيتامينات عمال على بطال ممكن الزغاليل لا قدر الله اللي هي في البيضه دي ممكن من كتر ما البيضه قشرتها بتبقى تخينه ما تقدرش تكسر البيضه وتخرج. تمام، ده تاني حاجه اللي هو ايه البيضه لما تبقى تخينه. طيب تالت حاجه البيض اللي هو بيبقى عمران بس الزغلول ميت، ده بيبقى الاهالي ممكن تبقى مصابه بالسالمونيلا او سوء التغذيه
اثناء فتره البيض، يعني اثناء شغل الحمام، الفتره اللي هو الحمام بينتج فيها بتبقى في سوء تغذيه، يعني مش الكلفه بتبقى مش متوازنه، بتبقوا بتحطوا حبوب مش متوازنه، ما فيهاش بتحطوا اي حاجه وخلاص، في حاجات كده ممكن في ناس بتحط للحمام اكل، يعني اي حاجه تتحط له كده وخلاص. يا جماعه قلت لكم لازم التنوع في الحبوب، يعني والاهتمام، الاهتمام ثم الاهتمام. قلت لكم برضو قبل كده الكلفه بنعملها ازاي للحمام، وفي ناس بتقول لي طب الرز المطبوخ، مش بحب برضو موضوع الرز المطبوخ انكم بتحطوه بكثره للحمام، ما تعتمدوش عليه كوجبه، يعني هو مجرد ممكن مره كده او مرتين في الاسبوع بالكتير، لكن ما تعتمدوش عليه كوجبه اساسيه، لان هو مالوش قيمه، يعني قيمته الغذائيه بالنسبه للحبوب التانية ضئيله جدا. فيا جماعه ما تعتمدوش عليه كوجبه رئيسيه، تمام كده. ده اسمه سوء تغذية، ان احنا مش عارفين الحاجات المغذية اللي احنا بنحطها للحمام بتاعنا. الكلفة المتوازنة، الحبوب اللي هي فيها الفوائد للحمام. انا قلت لكم طبعا الموضوع ده قبل كده، تمام. طيب بالتالي طبعا هينتج عنه ايه؟ زغاليل بتبقى ضعيفة، ممكن الزغاليل ما يقدرش يكسر البيضة ويخرج، فبالتالي هيموت في البيضة. وموضوع السلمونيلا برضه، تمام. طيب برضو موضوع البرد، يعني ممكن برضو جات لي اسئله الفتره اللي فاتت ان الحمام ممكن بيطلع بيضه والبيضه التانية ما بتطلعش، بتبقى يا اما رايقه يا اما الزغلول بيموت فيها. طب ده الفتره اللي كان فيها برد يا جماعه دي، ممكن الحمام بيبقى داخل عليه التيار هواء مباشر او حاجه، فبالتالي الحمام بيقلق، ممكن يبقى يتحرك كده بيدفي بيضه واحده والتانية ما بيدفيهاش من البرد، من شده البرد، فالبيضه ايه بتقطع، فبالتالي يا اما الزغلول بيموت لو كانت البيضه مخصبه الزغلول وقتها بيموت، او البيضه يعني مش بتاخد من اصله، فالبيضه بتطلع ايه رايقه، تمام كده. او لو في برضو المكان اللي نايم فيه الاهالي دي فيه حشرات، فالحشرات طبعا بتقلق نوم الاهالي، بيبقوا بيفضلوا طول الوقت يخرجوا في جسمهم، فبيبقى مش بيعرفوا يحضنوا البيض، بالتالي برضو البيض بيطلع رايق، البيض او الزغلول بيموت في البيض بسبب برضو ان هما ما بيدفوش البيض كويس، فالزغلول بيموت في البيض، تمام. طيب رابع حاجة اللي هو البيض اللي هو رايق، البيض الرايق ده اما الذكر بيبقى صغير، او الذكر يعني لما بيبقى صغير بيبقى تحسه بيبقى عبيط، يعني لسه ايه ما عندوش خبره، او النتايه مشوكه، او الجو برد قوي والمكان مش دافي، او ريش النواعم غزير، ريش النواعم اللي هو بيبقى حوالين فتحه الاخراج، سواء بقى عند الذكر او عند النتايه. طب هقول لكم بقى الحل دلوقتي والوقايه، نعمل ايه؟ الحل والوقايه، البيض اللي هو البريشت او البيض اللي هو الكالس، يعني اللي هو بيبقى قشرته خفيفه او اللي هو بتبقى قشرته تخينه، سواء في الاثنين، قبل اللقو، يعني قبل ما الحمامه بتحط البيضه بحوالي 3 ايام بنديها كالسيوم لمده 3 ايام، وبعد ما تحط اول بيضه بنديها نص قرص كالسيوم، وبعد البيضه الثانيه بنديها نص قرص الثاني، تمام. وطبعا التحديق ده بيبقى قدامهم باستمرار، وزي ما قلت لكم السمسم برده ما تقطعوهوش. طيب التزاوج بيبقى حاجة مهمة جدا، التزاوج بيتم بين الذكر والنتاية بعد ما بيقفلوا ريش. يا جماعة برضو انا عايز اعمل لكم ان شاء الله فيديو عن موضوع عمر الحمام والريش، وموضوع ان هو التزاوج بيبقى امتى بالظبط، السن المناسب برضو لموضوع التزاوج وسن البلوغ بيبقى امتى بالظبط، في موضوع بناء على موضوع الريش. انا ما عملتش موضوع الريش ده معاكم قبل كده، بس في ناس كتير عارفة ان الريشة لما بتقع اخر ريشة بيبتدي الحمام يشتغل، تمام كده. التزاوج ما بيتمش الا بعد ما الحمام بيقفل الريش خالص، ده برضو من الحاجات المهمه. لاحظ برضو ان يعني لازم تهتموا برضو وتتابعوا، لازم بالمتابعه برضو هنلاحظ اذا كان الحمام برضو ممكن يكون عنده سالمونيلا او لا، فلو يعني قبل ما الحمام يبدا في الانتاج لازم نديك كورس وقايه للسالمونيلا. وانا كنت برضو عملت معاكم برضو قبل كده فيديو عن موضوع السالمونيلا، وقلت لكم ان الكزبره ممتازه ممتازه في موضوع السالمونيلا، تمام. برضو في فتره البرد لازم ندفي الحمام كويس، ما يبقاش داخل عليه هواء تيار هواء مباشر، ما تحطوش كلفه بالليل علشان النتايه ممكن الناس برضو اللي هي بتنور، واحنا برضو ضد موضوع الاضاءه بالليل، بتحط لهم كلفه بالليل فالنتايه ممكن تسيب البيض وتقوم تاكل فالبيض يبرد منها ويقطع، خلاص قطع الجنين ممكن يموت ايه في البيضه، تمام. برضو اننا نحط قش رز برضو في الطاجن او في القفص او في المكان اللي هو ايه، زي ما انا برضو معود الحمام عندي بيلم برميله القش في الارض وبيلم، ولو بغير
القش القديم بقش جديد بحط له قش نظيف. لازم نحط قش مكان ما البيض، مكان ما بيبقى الحمام نايم علشان يدفي البيض كويس. تمام، نتأكد برضو ان المكان ما فيهوش فيران، ما فيهوش ابراص، ما فيهوش اي حاجة تخوف الحمام وتخليه يسيب البيض بتاعه ويقوم، فبالتالي برضو البيض هيقطع منك، وده برضو هيتسبب ايه في موت الزغاليل. طيب، موضوع ان البيض بيبقى رايق، قلت لكم برضو ان احنا ما نجوزش الحمام قبل ما بيقفل الريش، ولازم الذكر يبقى زايف جدا لضمان طبعا خصوبة البيض. تمام، النتاية ممكن تبقى مشوكة عند المخرج، ده بيبقى سبب موضوع تشويه النتاية، ده بيبقى نقص في الأملاح المعدنية والأحماض الأمينية، فلازم نهتم يا جماعة بالحاجات دي. لو الذكر عجوز فممكن احنا ندي للذكر 7 حبات من الفلفل الأسود 3 أيام متتالية يعني، فبيجيب نتيجة حلوة أوي. تمام، لو ريش بقى النواعم كتير بدرجة ملحوظة فلازم نقصه، خلي بالكم نقصه ما ننتفوش، لازم خلي بالكم دي ما ننتفش الريش، لو نتفنا ريش النواعم ده هيطلع بداله كأنه الريش اللي هيطلع الجديد ده كأنه شوك بالظبط، فاحنا كده نعتبر ما عملناش حاجة من عندنا خالص. تمام كده، ده كانت كل الأسباب وحلولها.